ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. يا هلا وسهلا فيكم. طبعا عودتكم كل بين فترة اني اجيب لكم امثال، اليوم بجيب لكم الامثال اللي وردت في الدلة، ومعروف من الدلال الاصيلة في العالم العربي هي الدلة الحساوية، واهل الحسا من الناس اللي يصنعون الدلال الاصيلة. فاعطيكم بعض الامثال عن الدلة الحساوية والامثال اللي ذكرت فيها. أول مثل سلة ودلة، السلة المقصود بها سلة السيف أو الخنجر، وهي تدل على الشجاعة، والدلة هي رمز للكرم. فلما يوصف إنسان أو رجل أنه سلة ودلة يعني شجاع وكريم في نفس الوقت. دلة دبسان، دبسان شخص كان مسكين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان يحب يكشخ ويلبس البشت وكذا، ويعني يمثل دور أنه شيخ ويصيح قهوة قهوة، لما يقول القهوة يمثل أيضا دور القهوجي ويصب لنفسه. لما يقولون دلة دبسان معنات هذا المثل دلالة على الشيخة المزيفة، لأن دبسان يصب قهوة غير حقيقية وأصلا ما في دلة، فلذلك ذكر دلة دبسان دلالة على الشيخة المزيفة. سنون الدلك حيلتي، ويضرب هذا المثل حتى بأثر الكرم. السنون هو السواد أو الكربون المتكون على الدلة، فهذا السواد البعض يكتحل فيه لأنه أثر للكرم، فيقولون سنون الدلك حيلتي. دلتهم مبخر، دلالة على جودة القهوة المصنوعة في ذاك المجلس، أو رمز وإشارة إلى أن صاحب المجلس ذو كرم، بحيث أن يعني سمعته شاعت وذاعت كالعود عندما يذيع رائحته الطيبة من المبخر الطيب. إن شاء الله تفهمون هذا المثل الجميل. في مثل فيه شوية طرافة، المثل يقول خشمه كأنه مصب دلة، وهو يطلق على خشم الرجل المعوج وفيه دقة وفي نهايته بوز، فيقولون خشمك هن مصب دلة. طبعا الأمثال في الدلة كثيرة، لكن على أساس أني ما أطول عليكم بذكر مثلين لكن ما راح أشرحهم. من الأمثال يقول دلة ولا حرامي، هذا لا معنى طبعا. وفي مثل آخر يقول دقاق دلة ورب، طبعا اللي يرب أو رباب الدلة هو جزء من معناها هو تلميع أو تنظيف الدلة. واتمنى اني اضفت معلومات جديده وظريفه عليكم، وتقبلوا تحياتي وفي امان الله. تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.